السلام عليكم ورحمة الله أنا من قناة مختصر الزراعة رجع الصيف ورجعت الآفات ورجعنا إحنا مع المبيدات الطبيعية مثل ما أنتم شايفين لابس اللباس الأحمر زي الأحمر هو زي المكافحة الطبيعية عندنا في القناة هيك تعودنا اليوم في عندنا مبيد اسمه مبيد النيم الفتاك مبيد حشري طبيعي خارق حارق متفجر ثاني مرة غير مبيد التتبيلة هذا مبيد جديد بدي اياكم تركزوا فيه مكون سحري هسا بحكي لكم عليه أول إشي نحكي عن المكونات بنحتاج خل طبيعي او مش طبيعي اللي موجود عندك شوفوا بدي اوسط عليك الامور على الاخر نحتاج ثومه نحتاج بصل تمام بصل صغيره نحتاج خمس قرون من الثوم من الفلفل حار وكل مكان حار كل مكان ممتاز نحتاج سائل الجلي او سائل غسيل الاطباق سائل غسيل اليدين اليدين بضبط يعني. واخيرا المكون الخاص اللي انا خليته بعلبته عشان افرجيكم اياه عشان تشتروه لانه انا لقيته عند العطار هذا اسمه زيت النيم بتجيبه من عند العطار مثل ما انتم شايفينه هذا هو زيت النيم هذه العبوه ما بعرف موجوده في كل يمكن كل بلد هذا مصنعه صنعه في باكستاني فما بعرف انتم هاي العلبه موجوده عندنا هون متوفره بالاردن ممكن تكون في دول العربية موجوده متوفره مثل ما انتم ملاحظين عبوه صغيره سعرها رخيص جدا ما كلفتني دينار اردني يعني دينار يمكن دولار ونص تقريبا كدولار مثل ما انتم ملاحظين زيت النيم هذا هو المكون اللي يعتبر سحري في خلطتنا اليوم مبيدنا لليوم اسمه مبيد النيم الفتاك قلت لكم عن اسمه خليني ابلش في تحضيره بدون ما اضيع الوقت واحكي لكم كيف طريقه تحضيره اول شيء بنجيب كميه من المياه بنسمي بالله بنحطها في هاي العبوه صح هاي مطحنه مطحنه عاديه انتم شايفينها كيف تمام الان نحضر الفلفل قطع لي الفلفل بهذا الشكل في انواع من الفلفل اسمها فلفل الهالوبينو زي هاي هذا فلفل حار جدا يعني فكل ما كان الفلفل حار كل ما كان افضل للمبيد الآن إخوتي الكرام الثومة نأخذ أربع دروس ثومة الآن نقطع الضروس نفس الطريقة الآن إخوتي الكرام نحتاج بصلة صغيرة فأنا راح أخذ نص هاي البصلة بس تمام قطعها أي تقطيع أنا بعرفش أشتغل على السكين كثير مثل ما أنتم ملاحظين الآن إخوتي الكرام نقوم بخلط هذا الخليط شايفينه عادي أي نوع خلاطة من المطبخ استعيرها واشتغل عليها بسم الله خلينا نخلطه مثل ما انتم ملاحظين هذا صار جاهز الخليط تبعنا الان بصفيه هذا الخليط في تبعت الرش مثل ما انتم ملاحظين شايفين كيف هذا كله بدي اياه فانت حاول كله نخليه ينزل مثل ما انتم ملاحظين قديش الكميه كميه قليله ما كملت تقريبا اللي هي 500 مل الان اقوم باضافه التالي اول شيء بجيب الخل اخلطه كويس، حط ثلاث ملاعق من الخل، سواء كان طبيعي او مش طبيعي. ما يقارب ثلاث ملاعق، تمام؟ كبيرة. هاي الملعقة الثالثة الكبيرة. الآن نضع المكون السحري لهذا الفيديو وهو زيت النيم نضع منه ثلاث ملاعق كبيرة أيضا. دي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت النيم. الآن إخوة الكرام رح نواجه مشكلة بسيطة وهي إنه الزيت ما بيختلط مع الماء مثل ما أنتم ملاحظين معروف إنه الزيت لا يختلط مع الماء عشان نحل هذه المشكلة نحضر سائل غسيل الأطباق ونقوم بإضافة ملعقتين كبيرات للمحلول بالإضافة لأنه أصلا الصابون هذا السائل له تأثير على الحشرات فالمن بيشتغل على الصابون السائل النيم بيشتغل على التربس بيشتغل على العناكب الفلفل الحار بيشتغل على الذباب البيضة بيشتغل على العث والخنافس، تخيل انا قديش يعني لما بنسوي مبيد طبيعي قديش بنشمل كميه من الافات، هذا الخليط اللي سويته بكفي لتر كامل، اذا كنت بدك اياه ثقيل يكون مقاومه للحشره لانه الحشره موجوده عندك، لتر. اذا كان بدك اياه بس وقائي ما عندك حشرات بس خايف يجيك او في حواليك حشرات بتحطه لتر ونص، تمام؟ فهذه الكميه هي عباره عن كميه لتر، نقوم باضافه الماء. لازم الماء اللي احنا بنضيفه عشان اكمل للتر هاي اللتر شايفين انا معلم عليه بكمل للتر ماء بس هاي لهون هيك احنا خلصنا اهم شيء بالنسبه للمياه اللي بتحطها لا تحط ماء مقطر حط ماء الصنبور العادي يكون فيه املاح عشان يشتغل الشغل الصحيح في المبيد واخيرا اخوتي الكرام هذا هو نخلط زي هيك كويس مبيد النيم الفتاك شوفوا صلوا على النبي عندكم من هيو موجود عندكم تريبس هيو موجود عندك عناكب منفر لانه نيم منفر وقاتل للعناكب عندك ذبابه بيضه هيو موجود لسه في خلطه عندي ثانيه تمام تشتغل على اشياء ثانيه عندك بق دقيقي بياثر عليه بنفره الخلطه الثانيه اقوى للبق الدقيق راح صور لكم اياها شوف هذه الكميه الحشرات هاي المن والخنافس والتربس والعناكب هاي الأشياء والذباب البيضاء خمس أشياء هاي إذا موجودة عندك هذا بيأثر عليهم عندك الذباب الصغير اللي على الأصيص ذباب صغير متجمع على النبات هذا بيجيبه بقتله يعني عرفت علي؟ تعالوا خلينا نجربه على المن بشكل سريع لأنه متوفر عندي إصابة من حاليا إخوتي الكرام إصابة المن موجودة عندي في الرمانة مثل ما أنتم ملاحظين هذا النمل شغال النمل طبعا والمن علاقتهم تكافلية النمل بيجيب المن وبحطه هون عشان يصنع لنا دول عسليه على النبات فاحنا لما نتخلص من المن النمل بيروح طبعا انا ما بحب كثير اقتل النمل بس مضطرين نرش هاي المنطقه لانه شايفين كميه المن شايفين قديش شوفوا شوفوا حشره المن حشرات كميه كبيره كلها عايشه شايفين فإحنا بدنا نرش عليه هذا المبيد ونقول بسم الله هذا المبيد هو مبيد طبيعي دير بالك يجي على وجهك طبعا لانه اذا بيجي على وجهك هذا المبيد يعني كيف رشاش بخاخ الفلفل نفس الأشياء يعني بيعمل معك نفس الاعراض بيحرق عينيك وهيك اذا اجى على عينيك اغسلهن بس يفضل انه ما يجي عينيك اما اجى ايديك عادي ممكن اذا كنت مجروح يحرقك اما كل الامور اللي فيه طبيعيه ما بياثر عليك ابدا وهذا احنا مع المبيدات الطبيعيه بنشتغل عليها طبعا ان شاء الله بكره الجمعه راح افرجيكم نتيجته على هذا طبعا النمل راح تحسوا انه النمل فورا راح ينتهي من المكان على طول راح ينفر يهرب فورا من المكان اما المن حركته بطيئه راح يضلوا يتشرب من مبيد تشرب تمام هاي اليوم الثاني اخوتي الكرام خلينا نشوف بعد يوم رشه واحده شو سوت تمام بعد يوم واحد مثل ما انتم ملاحظين هذه الاصابه اللي رشناها الفرع هذا الطويل ركزنا عليه أه انا بلاحظ كميه كبيره من المن مثل ما انتم ملاحظين هي ميت متفتفت اللي هو هذا هذا الاسود لما يصير زي هيك اسود بيكون خلص انتهى امره بكت شايفين هون هذا كله هيو كت هذا كله منتهي ميت ما في حركة لاحظين فإخوتي الكرام بالنسبة لهذا المبيد هاي شايف كيف دمار ممسوح مسح هيو شايفين على الاضاءة أحط على الاضاءة يبين معكم هاي النملة انسوها شوف كيف هذا المن متفتفت هذا عبارة عن حطام المن تمام من المبيد الآن أخوتي الكرام بالنسبة لهذا المبيد يرش كل أربع أيام كل خمس أيام لازم تكرره يعني أنت حط في بالك أنك تكرره مثلا كل أسبوع مرة بدك تظلك تكرر مثل ما اتفقنا بطريقة الرش هذا مبيد طبيعي فأنت كل ما كررت ما رح يؤذي النبات أبدا إن شاء الله ما رح يعمل أي شعر وبالمقابل تأخذ نتيجة أفضل وهيك المبيدات الطبيعية بتقدر تكررها كل أسبوع كل خمس أيام براحتك فهذه النتيجة بعد يوم للمبيد اللي صنعناه على المن وخلينا نشوف كل واحد فيكو على ايش راح يجربه وايش راح نتيجه باذن الله شغله مهمه جدا اخوه الكرام هو انا لما باجي برش المبيد هذا فلفل وفي اشياء خلطه فانا بنتبه انه ما ارش في فتره الحراره يعني في الظهر إما في أول اليوم من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة العاشرة صباحاً وإما في المساء اللي هي بعد العصر وحتى المساء المغرب لأنه هذا المبيد ممكن يشعط ويأثر على النبات في فترة الحرارة الشديدة بهذا المبيد إخوتي الكرام إن شاء الله بتكون أنت متجهز للصيف ولحشرات الصيف سواء في القصص أو إذا عندك مزروعات ونباتات فأنا بحاول أن المبيدات تكون أشياء موجودة عندكم بالمنزل هذا كان كل شيء لمقطع اليوم، اتمنى انكم استمتعتم واستفدتم بهذا المقطع، اتمنى ما ننسى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اتمنى ما تنسوا الاشتراك في القناه كنوع من الدعم والتحفيز، بارك الله فيكم، كان معكم اخوكم هشام من قناه مختصر الزراعه، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، السلام عليكم.